الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور غالب الدعمي ينضم إلينا مباشرة من بغداد. دكتور بداية مرحبا بك. دكتور، ما الذي يفهم من قرار الصدر يعني تجميد المفاوضات وأيضا مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟ هل قلب الصدر الثلث المعطل على أصحابه؟ مساء الخير وشكرا جزيلا. نعم، قلب الثلث المعطل لصالحه، وعطل الثلث المعطل الذي كان يلوح به خصومه أو فرقائه في العملية السياسية. المزمع يوم الاثنين المقبل لن يحضر الإطار، ولكن الآن الصدر لوح وقد قرر لربما لن يحضر الاثنين المقبل انتخاب جلسة رئيس الجمهورية إذا لم يحدث توافق بين الكتل السياسية. مرجح جلسة الاثنين إذا لم يحضر السيد الصدر أو البرلمان أو أعضاء الكتلة الصدرية لن تكون هناك جلسة، فكثير من نواب الكرد ونواب السيادة لن يحضروا أيضا. وبذلك فإن هذا الباب الذي أو هذا القرار الذي اتخذه السيد مقتدى الصدر أو الكتلة الصدرية حركت كل الجمود الذي أصاب العملية السياسية، والذي سبق وأن توقفت التفاوضات أو المفاوضات بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي، فالرؤى المختلفة بين هاتين الجهتين بين التيار والإطاري أدى إلى توقفهما تماما. الآن بعد هذا القرار عاد الحراك من جديد، وتدخل الوسطاء لحلحلة ولم الشمل مرة أخرى، ولكن هذه المرة لن يكون إلا وفق ما جاء به التيار الصدري، قسم مع الإطار أو جزء مع الإطار، مع التيار الصدري، مع السيادة، مع البارتي، وربما أيضا سيأتي بجزء من الاتحاد. ولكن هنا هذه الحراك قد يجعل الكردستان يتخلى عن هوشيار ديباري باتجاه مرشح أقل جدلية أو بعيدا عن الجدلية كما هو السيد هوشيار زيباري. دكتور، دعنا نتحدث يعني عن رد فعل الإطار على قرار السيد الصدر. يعني برأيك ما هي خيارات الإطار الآن، خصوصا أن غياب التحالف الثلاثي سيكسر النصاب بثلثين عن الجلسة القادمة؟ ومبدئيا ربما لن يغيب كل التوافق الطولي، وأقصد السيادة والتيار والبارتي، ربما يغيب جزءهم بما يجعل النصاب غير متحقق، يعني الثلثين غير متحقق في هذه الجلسة. الإطار دائما كان يلوح بأنه لن يحضر الانتخابات وسيكون الثلث المعطل حتى يتحقق أو يحقق الأهداف التي يريدها، ولكن وفق قراءة واضحة للعملية سيكون هناك المستقلون، هم بيضة القضبان في هذه الانتخابات. فلو حضر المستقلون إلى جلسة مجلس النواب بحضور التيار الصدري والبارتي والديمقراطي، فإن هناك الثلثين سيكون لصالحهم، وفيما سيكون للإطار أقل من 100 مقعد أو 100 وقليل، بحدود 102 مقعد فقط. وبالتالي فحتى الثلث المعطل لن يتحقق للتيار الصدري إلى الإطار التنسيقي، لأن الآن بدأت حركة سريعة وجدال ونقاش بين المستقلين بأن لا يكون سببا في تأخير كثير من المشاريع اللي تخص الشعب العراقي، لا سيما الموازنة اللي ترتبط بالمشاريع، اللي ترتبط حتى بعمل موظفين، مشاريع مهمة استثمارية كبيرة على مستوى العراق. بالتالي فأعتقد أن المستقلين لن يكونوا سببا في تعطيل التصويت على رئيس الجمهورية، على رئيس الوزراء، إلا أنهم قد لا يصوتوا لا لرئيس الجمهورية ولا يصوتوا لرئيس الوزراء، ولكنهم سيحضروا لتمرير النصاب حسب ما أشارت المحكمة الاتحادية. التصويت والحضور يفترض أن يكون ثلثين في الجلسة الأولى، في الجلسة الثانية يكون الحضور ثلثين والتصويت أعلى الأصوات. وبهذا فإن الإطار بهذه العملية التي قام بها التيار الصدري بتقديري قد قوضت كثيرا من وجود الثلث المعطل الذي كان يلوح باستخدامه الإطار التنسيقي. وهنا فإن التيار عطل الثلث المعطل الذي يلوح به الإطار. دكتور، لكن الإطار لا مصر على المشاركة ككل، أو المعارضة تشمل جميع المكونات حسب ما ذكر إلى اليوم السيد هادي العامري. برأيك هل تتوقع أن يدوم هذا الإصرار خصوصا وفق المعطيات الأخيرة أو ما يحدث خلال هذين اليومين؟
يعني أنا دائما أقول وقلته قد سابقاً عبر حتى فضائيتكم أن الإطار التنسيقي ليس كتلة سياسية، ليس حزب، وهو مجموعة من كتل متناقضة حتى في قراراتها. بعض هذه الفعاليات اللي تنتمي للإطار علاقتها فيما بينها أبعد بكثير من علاقة بعض هذه الفعاليات مع التيار الصدري أو مع الكرد أو مع السيادة، وهذا يعطي فرصة كبيرة إلى ذهاب قسم من الإطار التنسيقي مع التيار الصدري. وأنا أقول وقلتها أن الإطار التنسيقي أو أن ائتلاف القانون قد يتخذ هو قرارا، بما أنه الآن هو العقدة التي تقف أمام طريق تشكيل حكومة وتقديم الخدمات للناس، وبالتالي ربما يتخذ السيد رئيس ائتلاف القانون قرارا بعدم المشاركة في هذه الحكومة وتشكيل جبهة معارضة تقوم أداء الحكومة. ولكن لابد أن أعلق على ما ذكره السيد هادي العامري بشأن أن أما الكل يكون جزء من الائتلافات السنية الشيعية الكردية معارضة، فأنا أقول أن الاتحاد الوطني هو في المعارضة، ربما هناك بحدود 20 نائبا أو 20 نائبا من السنة سيكونون أيضا في المعارضة، وبالتالي فإن الأغلبية الوطنية التي تكون في المعارضة هي بحدود 100 إلى 110 نائبا، وهذه كتلة كبيرة، وإذا ما اتفقت تستطيع مراقبة واستجواب وتقويم إداء الحكومة المقبلة فيما إذا شكلت وفق هذا المنظور. وودي أشير أن هذه الحكومة لا أعتقد ستدخل في فراغ دستوري تام، واتفق مع ما ذكره القاضي رحيم العقيلي بأن هناك ترتيب حتى وأن لم تتم الجلسة يوم 8 بالشهر أن يستمر السيد برهم صالح في الحكومة وفق بعض مواد الدستور كما التي أشار إليها السيد رحيم العقيلي، وسيبقى رئيس الوزراء. وهذا التشكيلة الحالية هي لا تسر كثيرا الإطار التنسيقي، وبالتالي فإنه أما أن يكون كليا في المعارضة وهذا ما لا يريده الإطار التنسيقي مطلقا، أو سيأتي جزءا منه مع التيار الصدري، وهذا للآن وأؤكد أنه محط ترحيب كبير في الإطار التنسيقي، لأنهم لا يريدون أن يكون خارج تشكيلة الحكومة، لأننا نعرف جيدا أن الحزب السياسي أو الذي لا يشترك في الحكومة فإنه يخسر كثيرا من وجوده، يخسر كثيرا في إصدار القرارات، في التأثير على القرارات التي تخص فعاليته أو الجهات التي يدعمها. لذا فإنني على يقين أن الإطار التنسيقي لابد أن يضع له مكان في الحكومة المقبلة. نعم، الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور غالب الدعمي، سيد الكريم، شكرا جزيلا لك.